بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 18. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نتواصل معكم ومع هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا به. معنا في هذا اللقاء المبارك فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. نتواصل فضيلة الشيخ مع الأسئلة الخاصة في هذا الشهر الفضيل المبارك. ومن الأسئلة فضيلة الشيخ، تقول إحدى الأخوات: طفلي الصغير يصر على صيام رمضان رغم أن الصيام يضره لصغر سنه واعتلال صحته، فهل أستخدم معه القسوة ليفطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن السنة أن الطفل المميز ومن بلغ 7 سنين يؤمر بالصيام من أجل أن يتمرن عليه ويكون له نافلة ويكون لوليه أجر إذا كان يطيق ذلك، كما كان السلف الصالح يصومون صبيانهم، فإذا طلبوا الأكل أو الشرب فإنهم يلهونهم بإعطائهم ألعابا يتسلون بها حتى تغرب الشمس، وذلك لتدريبهم على العبادة، كما أنهم يؤمرون بالصلاة لسبع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين. كذلك يؤمرون بالصيام. أما إذا كان هذا الطفل لا يطيق الصيام لمرض أو لضعف خلقته وجسمه فإنه لا يؤمر بالصيام، لأنه ليس واجبا عليه، إنما هو سنة يفعلها إذا استطاع. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا مات شخص عليه كفارة الصوم والصلاة، فهل يجوز أن يقوم بذلك شخص آخر بتقديم كفارة من مال وحبوب وشعير؟ نعم، إذا مات الميت عليه كفارة صوم، كفارة اليمين، كفارة الظهار، فهذا إن أمكن أن يعتق عنه من ماله إنه يعتق، وإن لم يمكن فإنه يطعم عنه، يطعم عن اليمين 10 مساكين ويطعم عن الظهار 60 مسكينا. وإذا كان عليه صيام، يعني أولا كفارة الجماع في رمضان مثلا على الترتيب مثل كفارة الظهار، أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. فوليه يعمل هذا العمل، إن كان يستطيع أنه يعتق يعتق عنه، إن كان لا يستطيع أنه يعتق يصوم عنه، إن كان لا يستطيع الصيام فإنه يطعم عنه 60 مسكينا. هذا في كفارة الظهار والجماع في رمضان. أما كفارة اليمين فهي على التخير، إن شاء اعتق عنه رقبة، وإن شاء أطعم عنه 10 مساكين، وإن شاء كسى 10 مساكين لكل مسكين ثوب بالتخير. فإذا لم يكن عنده شيء من هذه الأمور فإنه يصوم عنه 3 أيام. وكذلك الصيام في كفارة الظهار، في كفارة القتل، وفي النذر إذا نذر صياما فإنه يصوم عنه وليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وفي رواية: من صام وعليه صوم نذر صام عنه وليه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من الأسئلة أيضا يقول: إذا كنت مسافرا في رمضان وكنت مفطرا في سفري، وعند وصولي إلى البلد الذي سوف أمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية، فهل لي رخصة بالإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس بلدي الأصلي أم لا؟ نعم، إذا كنت مسافرا في رمضان وكنت مفطرا في سفري، وعند وصولي إلى البلد الذي سوف أمكث فيه عدة أيام أمسكت بالصيام في بقية ذلك اليوم وفي الأيام التالية، فهل لي رخصة بالإفطار في نهار هذه الأيام وأنا في بلد ليس بلدي الأصلي أم لا؟ هذا بحسب الإقامة، فإن كانت الإقامة 4 أيام فأقل فلك أن تفطر وأن تقصر الصلاة، وإن كانت الإقامة أكثر من 4 أيام وأنت تعلم أنك ستقيم أكثر من 4 أيام إنه لا يجوز لك الإفطار ولا يجوز لك القصر، لأنك أصبحت مقيما تأخذ حكم المقيمين. وكذلك إذا كانت الإقامة غير محددة لا تدري في أي ساعة تنتهي، فإنك مثل من نوى إقامة 4 أيام فأقل، تفطر وتقصر الصلاة لأنك ما زلت مواصلا للسفر، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز تأجيل صيام قضاء رمضان لأسباب غير شرعية؟ يجب المبادرة بقضاء رمضان، لكنه موسع ما بين الرمضانين إلى أن لا يبقى قبل رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه من رمضان الأول، حينئذ يجب عليه أن يصوم الأيام التي عليه ولا يؤخرها إلى دخول رمضان الجديد. نعم. ما الحكم في قوم يصومون رمضان 30 يوما باستمرار؟ هذا لا يجوز، الصيام يكون على الهلال. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فعلق الصيام برؤية الهلال والإفطار برؤية الهلال. والشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما بحسب رؤية الهلال، فإذا لم يرى ليلة 30 فإنهم يصبحون إن كان هذا في شعبان فإنهم يصبحون مفطرين، لأن هذا يوم شك، وإن كان هذا في نهاية رمضان فإنهم يصومون يوم 30، لأن الأصل بقاء رمضان، وفي المسألة الأولى الأصل بقاء شعبان. نعم. أثابكم الله، ما حكم صيام من لم يعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر بسبب نوم أو غيره؟ يمسك، حكمه أنه يمسك في هذا اليوم ويقضيه من أيام أخر لأنه لم يصمه كاملا. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يسأل الأخ السائل عن الأيام التي يكره فيها الصيام. يكره صيام إفراد الجمعة، يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، وإفراد يوم السبت وإفراد شهر رجب أو شيء منه بالصيام. نعم. في ختام هذا اللقاء فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا ويجعل ذلك في ميزان حسناته. نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.